مدينة صغيرة هادئة تقع في سهل منبسط فسيح، وتحتل موقعا قريبا من الطريق الحيوي الذي يربط مدينتي المكلا والشحر. مدينة غيل بوزير، والتي اشتق اسمها من لفظة الغيل، والغيل في اللغة يعني الماء الجاري، ويرتبط وجودها بالعيون والينابيع الطبيعية التي تملأ المدينة، والتي جعلت من مدينة الغيل مدينة الماء، كما هي أيضا مدينة للعلم، حيث تميزت مدينة الغيل عن غيرها من المدن في ساحل حضرموت بأنها تعد مركزا للإشعاع العلمي والثقافي، منذ أن وطأت قدما الشيخ عبد الرحيم بن عمر باوزير مؤسس الغيل، وباني أول جامع وأول مدرسة فيها. ثم توالى بناء المساجد وفتح المدارس والمعاهد. ولمدينة غيل بوزير أيضا الشرف في بناء أول المدارس الحديثة في حضرموت في ظل السلطنة القعيطية، وتحديدا في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي الذي تولى عام 1936 للميلاد عرش السلطنة. فهذا المبنى هو أعظم مبنى بهذه المدينة، بل بحضرموت قاطبة، فهو المدرسة الأم كما يسمى، ومصنع الرجال. إنها المدرسة الوسطى، وهي أول مدرسة متوسطة في تاريخ حضرموت، وقد اختير مبنى حصن الأزهر مقرا لها. ومنذ ذلك الحين فقد كانت مدينة غيل بوزير غنية وزاخرة بنشاطها التعليمي والثقافي والرياضي. ومن المؤكد أن المدينة التي يطلق عليها مدينة الماء ستكون مدينة للزراعة والخضرة، متميزة في محصولي الحناء والتبغ ذو الجودة العالية.
البساطة، أسواقها الشعبية، وملامح أبنائها، كل ذلك جعل من مدينة غيل باوزير مدينة تمتلك من الجمال الكثير ومن البساطة الأكثر. اسمي أنور سعيد باقهم من غيل باوزير. شغلي الأساسي هذا المطعم عصيد وهريس، نعمل العصيد وهريس. العصيد هي وجبة حضرمية يعني مشهورة في الساحل بالذات هذه، ومشهورة أيضا في الخارج في الوادي، بس في الوادي غير حقنا نعملها، هم يحطون لها أشياء ثانية، نحن نعملها زيت سمسم مع الهيل. وجبة شتوية هي، الحركة عليها في الشتاء أكثر. العصيد هذا من البر الحب، البر الأحمر مع السكر الأحمر وسكر الأبيض. السكر نحرق السكر الأحمر، نحرقه في النار حتى يساعم يكون ماء، ثم نصب عليه الماء، ثم خلاه يغلي. إذا غلى نحط عليه دقيق مع شوية ملح مع شوية هيل، نعصدها بالعود. الهريسة أيضا كذلك مع البر الحب، البر الأحمر هذا مع اللحم مع البهارات. لما يجي حد طبعا ياخذ مثل النفر، نحطه في ميزان، نوزنها في الميزان، نحطها في الصحن، ثم نحط عليها الزيت والسكر. وانا والوالد نعمل في هذه المهنه قبل يمكن تقريبا، انا عملت مع الوالد تقريبا 30 سنه عملت مع الوالد، والوالد كان قبلي بكثير يعني، قبلي يمكن ب 20 سنه او 25، بدا بها وهو صغير يعني. اشتغل في عند واحد في المكلة وورثها منه، وجاي للغيل هنا عملنا نحن معه وورثناها من الوالد. بديت نشتغل مع الوالد وأنا صغير تقريبا في صف سادسة، نعمل مع الوالد، نخرج مع الوالد في أجازات، في يوم عطلة يوم جمعة نعمل مع الوالد، ومسكت المهنة هذه من الوالد. ثم نزلت من الدراسة وتميت مع الوالد نعمل في هذا العمل، بس توفى الوالد وورثناها عن والدنا هذه المهنة الحد الآن. والآن أولادي يشتغلوا معي، منهم ثلاثة أنفار، نعلمهم كيف نعمل ثم يورثونها الأولاد. يخلينا احنا متميزين طبعا هو العمل وجودة العمل والمعامل اللي طبعا مع الناس والأخلاق، وجودة العمل اللي تلعب دور يعني أهم شيء. طبعا عندنا خطه نوسع المكان يعني، نعمل فرع ثاني في مكان في منطقه ثانيه او شيء كذا، نفكر عنها.
طبعا لو خيرونا يعني انا اترك هذه مهنتي، وحتى يعني لو جابوا لي وظيفه يعني راتب زين ما بترك هذه مهنتي. ليش؟ لان ورثت هذا عن الوالد وانا حبيت هذه المهنه ولا اتركها ابدا. في أحد مزارع مدينة غيل باوزير سنقوم بتجربة زراعة التبغ، أحد أشهر المحاصيل الزراعية في هذه المدينة، متعرفين على المراحل التي يمر بها التبغ الغيلي منذ زراعته وحتى البيع. انت تخبر عن التبغ، وحاليا عندنا في المنطقه يسمونه بالتنباك. التنباك له مواسم وكلين له نجم حق البذره اللي مزرعه او مزرعه في موسم البلده، يزرعه في المنطقه هناك يسمونها القف. لما نزرعه مده هذه مده شهرين او شهرين ونص، لما يدخل شهر 9 وشهر 9 لين شيره من حقها المرفه او المشتل، تسمونه بالمشتل بشكل خاص. المشتل يزرعه في المنطقه هذه الزراعيه عندنا، نزرعه في مساحة كده حقتنا ونزرعه مسافات متباعدة، ونزرعه لمدة 3 أشهر. وهذه 3 أشهر تتقسم لعدة مراحل. المرحلة الأولية لما يكبر شوية تعطيه مادة السماد، هذا اليوريا، سمده بعمل سمده يكبر، بعد شهر شهرين تعطيه قوت حقه المشتل، يقولوا له القوت تعطيه. بعد 40 يوم يكبر التنباك ويعلى مرحلة يسمونها التفانيد، تقطب راسه التفانيد هذه اللي خلاه يكبر ورقته. وبعدين بعد 40 يوم بالضبط، بعد 40 يوم تبدأ في هذه الفترة، بين هذه 40 يوم تقرده، يطلع عندك عند الأوراق تقاريد، يقولوا له تقاريد أي حقات الفروع عند الورق، وهذه الفروع لازم تخريها. إذا ما خريت التنباك حقك بقى ضعيف، معاي يعتبر تنباك. كل 10 أيام أو أسبوع أقل لازم تخري هذا الورق، هذا الشيرة اللي عند الورقة يقولوا لها، أو فرع نحن نسميه التقاريد بحقنا المحلي. وهذه خطوات بعين بعد هذا 3 أشهر نحشه وتخليه النهار كله انت تحته في الشمس، لازم لا تخليه يتعرض للشمس. بعد شوي لا، بعد 10 دقائق تقلبه لك دي، وبعد 10 دقائق تقلبه لك دي، لازم تخليه صورة متقلبة كده في الشمس، ممنوع. لما خليته هنا بيروح عليه، وما هذا مدة كم ساعات، لما العصر من الصبح لما العصر، بعدين تقول تاخذه للعرشي، العرشي حقته، العرشي كده حبال مخصوصة كده مريض كده تعلقه فيه. وبعد ما تعلقه هذا لمدة 20 يوم أو عند الشمس، أكان سحاب ولا شيء، بعد 20 يوم، بعد هذا 20 يوم تأخذ المكان يسمونه السنح، أو مكان حقه المكان الظلال، هذا السنح تطرحه فيها أكثر من 40 يوم اللي عندك أنت حسب الجبوس حقه. إذا جبس خلاص تخريه، وفي بعين تحطه في الدار هناك عندك. لو تحطه في الدار أما بطريقتين، أما بطريقة تباعه قصدك، أكان بابا تباعه، أما بعضهم يباعونه عود، هو حقه كامل تباعه عود. واحيانا كده يبيعونه في اكياس شبط بهار او يسموه بالبهار، هذا حقك تقطبه ورقه ورقه تعصبه.
الأغصان لما تسيب بعد 40 يوم هذه مثل هذه يطلع مثل هذه. بعد أسبوع لازم تجيبوا هكذا، بعد أسبوع كل أسبوع يطلع هذا الأغصان، ولازم كل أسبوع تعبر فيه على كل ورقة ورقة تصفيها. Thank you.